تحية طيبة مشاهدينا الكرام. شهدت الساحة السورية تطورات ملفتة تمثلت بتقدم تنظيم داعش الإرهابي إلى مدينة إدلب من جهة الجنوب لساعات، وتمكن عناصر هيئة تحرير الشام الذراع العسكري لتنظيم القاعدة في سوريا من طرده لاحقا، بالإضافة إلى زيادة التواجد العسكري من قبل قوات الاحتلال التركي في الشمال السوري. وبالتزامن مع ما يجري في الشمال، مفاوضات تجرى بين المعارضة السورية المسلحة والروس لتأمين خروج عناصر هيئة تحرير الشام من الغوطة الشرقية في ريف دمشق إلى محافظة إدلب، وذلك مقابل إلزام الجانب الروسي للنظام بفتح معابر للغوطة وضبط وقف إطلاق النار المستمر منذ سنوات. تطورات تدور في فلك التصريحات والاجتماعات لإيجاد حل لإخراج البلاد من دوامة العنف والحرب الدائرة في سوريا منذ 7 سنوات والتي دمرت الحجر والبشر. وللحديث أكثر عن كل ما يحدث من مستجدات على الساحة السورية، أرحب بضيوف الكرام من بولندا البروفيسور بسام عويل ناشط مدني في الشأن الوطني السوري، ومن دمشق العميد هيثم حسون الخبير العسكري والاستراتيجي، ومن سويسرا الأستاذة أمل نصر سياسية سورية معارضة. ضيوف الكرام، أهلا بكم على شاشة قناة اليوم. أستاذة أمل، أبدأ سؤال حلقة اليوم معك. يعني تقلبات، يبدو أن موقف المعارضة أصبح متغير مع متغير المشهد في سوريا برمته يعني، والتقلبات الإقليمية، يعني مطلب المعارضة الأساسي بدخول مفاوضات يعني بشكل مباشر مع النظام كان شرطه الأساسي رحيل هذا النظام، ما الذي جرى؟ لم يجري شيء سوى أن المعارضة تريد الحل السياسي لسوريا، والحل السياسي هو بجلوس الوفدين جلوسا مباشرا للتفاوض، ومن ثم يقرر الطرفان كيف سيكون هذا الحل. المعارضة الآن قدمت كل ما يمكن أن تقدمه من أجل هذا الجلوس المباشر. إلى الآن الذي يحدث أن لم يحصل هذا الجلوس المباشر، ولم يحصل أي تسهيلات فعلا للحل السياسي من قبل النظام، أو إبداء الاستعداد من قبل النظام لهذا المشروع من أجل إيجاد الحل السياسي للخروج من هذا النفق المظلم الذي أوصلنا إليه النظام بعسكرة الثورة وبإدخال الفصائل الإرهابية إلى سوريا ليصبح الحل في محاربة الإرهاب فقط وببوتقة واحدة فقط هي السلاح. طيب لماذا في هذه الفترة بالتحديد، يعني منذ فترة وجيزة كانت هناك تسريبات وآراء تقول بأن على المعارضة ضغوط كبيرة لعدم التمسك بهذا المبدأ، يعني هل أتى هذا التغيير نتيجة لهذه الضغوط أستاذة أمل؟ دائما تطورات الحدث هي ما يوصل الآخر إلى الممر الذي يجب أن يسلكه. أعتقد تدويل الوضع السوري بهذه الشكل الذي وصلنا إليه اليوم وبهذا الدمار الكبير ومجريات الأحداث للداعمين من هنا وهناك للأطراف المتنازعة على سوريا، وبالذات للداعمين الأكثر للنظام لثباته بشكل أكبر، أوصل كثير من الممرات إلى الإغلاق. المعارضة دائما تبدي استعدادها إلى فتح كل الممرات التي توصل إلى الحل السياسي وليس إلى التنازل بدون مقابل. التنازل ما هو؟ كيف يتم؟ هذا مشكلة ما يحدث في المفاوضات. الآن إلى الآن لم تحصل هذه المفاوضات، لا نستطيع أن نقول الضغط هو الذي أوصل أم غير الضغط. نقول تطور الأحداث دائما تدفعك إلى أن تثبت جدارتك بأنك تريد حلا سياسيا وترفض الحل العسكري، لكن ماذا يقابلك في الطرف الآخر؟ النظام كيف يتصرف؟ ماذا يريد عندما يبقي على الحل العسكري هو الحل، عندما يتفاوض مع العسكريين من الفصائل العسكرية المتطرفة، عندما يسعى إلى وجود بوتقة واحدة في فقط باتجاه تنازع عسكري؟ يكون
لا يريد حلا سياسيا ولا يريد لهذا الحل أن يصل إلى مره أو سياقه المطلوب، ويبقى يدعي أن الإرهاب والمعارضة هي المشكل ولا يتهم نفسه أبدا بهذا الإشكال. نعم، دعينا أنتقل إلى ضيفي من دمشق. يعني سيد هيثم، سمعت بما تفضلت به الأستاذة أمل عن نية المعارضة الحقيقية والموجودة لإخراج سوريا من هذا دعنا نقول الصراع الدامي هناك، وأن المعارضة جاهزة، أما لا تعلم شيء عن موقف النظام، هل لديه قابلية، تسأل هل لديه قابلية ونية حقيقية لإيجاد حل في سوريا؟ أسعد الله مساءكم ومساء ضيوفك والسادة المشاهدين. طبعا موضوع ذكرت الضيفة الكريمة موضوعين هامين يستحقان التعليق. الموضوع الأول هو اتهامها للدولة السورية بأنها هي من عسكرت ما أسمته الثورة، وبطبيعة الحال نحن لا نعترف بأن ما حصل هو ثورة، وإنما هو عبارة عن حراك مسلح نتيجة مؤامرة قسم منها خارجي وقسم منها داخلي، والهدف الأساسي إسقاط الدولة السورية. والأمر الآخر الذي ذكرته واتهمت فيه الدولة السورية هو إدخال المجموعات الإرهابية المسلحة، ونحن نعلم أن هذه المجموعات الإرهابية المسلحة هي من يتلطى خلفها ما يسمون أنفسهم بالمعارضات. بطبيعة الحال الدولة السورية منذ بداية الحرب على سوريا في عام 2011 سعت بشكل مستمر إلى إنهاء هذه الحرب من خلال أساليب سلمية ومن خلال المفاوضات ومن خلال التعامل المباشر مع من أسموا نفسهم بقادة المعارضات. ولكن ما حصل أن هؤلاء تسمروا عند عام 2011، أي عند 2012 عند اجتماع جنيف واحد ومخرجاته وهيئة الحكم الانتقالي، التي طبعا أتت على خلفية الانتشار الإرهابي واحتلال المجموعات الإرهابية المسلحة لجزء كبير من الجغرافيا السورية، وبالتالي فرض ما أسموه هيئة الحكم الانتقالي وتسليم السلطة للمعارضات. هذا الأمر بطبيعة الحال كان يجب أن يتم التعامل مع المعطيات الميدانية الجديدة والتي تمثلت في إنهاء الوجود الإرهابي من حوالي 95% إلى 98% من الجغرافيا السورية، واستعادة السلطة أو الدولة السورية لسلطتها على هذه المساحة الكبيرة من الجغرافيا. ونحن نعتقد أن المعارضات التي ذهبت إلى جنيف في الفترة الأخيرة أو الاجتماع الأخير، الجولة الأخيرة من اجتماع جنيف 8، كانت عبارة عن مجموعة من المتحجرين الذين لا يستطيعون التأقلم مع التغيرات السياسية الداخلية والخارجية والتغيرات الميدانية والتغيرات الدولية. كل هذا الأمر لم تستطع تلك المعارضات أن تتأقلم مع وجودها ومع حصولها، وبالتالي هذا ما أدى إلى إسقاط الجولة الثامنة من اجتماعات جنيف في جولتها الأولى. وأعتقد أن الأمر سينسحب على باقي على القسم الثاني إن بقيت تلك المجموعات أو المعارضات التي ذهبت إلى جنيف وهي تتمسك بهيئة الحكم الانتقالي وبتسليم السلطة لهؤلاء، وهؤلاء بطبيعة الحال يمثلون الدول التي خرجوا منها ولا يمثلون الشعب السوري. وأتحدى أي منهم يقول أنه ممثل للشعب السوري استنادا لانتخابات استنادا لأي تفويض. طيب سيد هيثم اسمح لي أن أذهب إلى ضيفي في بولندا الدكتور بسام. يعني هناك من يقول بأن مفاوضات جنيف أصبحت مهرجان كرنفالي لتسليم المعارضة بالأمر الواقع وتخليها عن المبدأ التي كانت تذكره منذ 7 سنوات. مساء الخير أولا لك وللضيوف جميعا. مساء النور. أنا أعتقد أنه كفانا تراشقا بالنار، يعني نحن ما لنا عم نتراشق حاليا بالكلام، إن كان بين ضيفك الكريم أو ضيفتك الكريمة. الأمر خرج كثير بعيد من أنه في معارضة وفي نظام. الواقع أنه جنيف أو الرياض أو سوتشي أو فيينا أو إلى آخره، الواقع إذا ما في نية حقيقية للخروج من دائرة النار فنحن نلعب بالنار، والنار ستكوينا جميعا. مو القضية قضية جنيف ومين عطل جنيف،
القضية إنه في عنا مقررات، في عنا أوراق أعمال، في عنا مطالب معينة. نحن اليوم حابب أذكركم إنه اليوم هو اليوم العالمي لحقوق الإنسان اللي سوريا وقعت عليه عام 1969، ومنذ عام 1969 وما زلنا نحلم بأن نفعل حقوق الإنسان. إذن لننطلق من الإنسان السوري، الإنسان السوري الذي هو بحاجة إلى كافة أنواع الأمان، الأمان الاقتصادي والأمان الاجتماعي والأمان الصحي والأمان التعليمي وكل أنواع الأمان. هذا هو الموضوع، هذا هو جوهر الموضوع. كفانا تراشقا وكفانا تحميل بعضنا الذنب أنه هذا معارضات وهون نظامات وهذا نظام وهذا معارضة. رح نوصل لطريق مسدود. كفانا. أنا بيسعدني كثير أنه الأخبار اللي عم نسمعها أنه حاليا سوريا تقريبا ب95% ب98% ب99% أصبحت خالية من داعش. هذا أمر مسعد لكل سوري، ولكن نحن نحلم ونرغب أن تكون سوريا خالية أيضا من كل أدوات الاستبداد، من كل أدوات الاستبداد، الاستبداد اللي ولد 2011 وساوى 2012 وساوى جنيف وساوى الرياض وساوى غيره وساوى غيره. عمليا لنجلس إلى طاولة مفاوضات مستديرة الأساس فيها هو الإنسان السوري، هو مصلحة الإنسان السوري. كفانا مقامرة على أجندات داخلية وخارجية، إقليمية ودولية. كفانا. نعم أستاذة أمل، يعني المعارضة التي توحد بين قوسين، يعني توحدت في الرياض وأصدرت بيان اتفقت فيما بينها وشكلت رئيس للوفد وذهب إلى جنيف، يعني في بهذا الخصوص، والآن يعني يبدو بأنها تخلت عن مطلبها، هل كل المعارضات التي كانت موجودة في الرياض وافقت على هذا الشيء؟ نحن يعني هل هذا الأمر أتى بضغط فيما بعد من الرياض؟ نحن لا نتحدث الآن على كيف تمت التفاصيل، نتحدث الآن على وجود وفد يمثل المعارضة بشكل ما، ووفد نظام أتى إلى جنيف، عاد إلى جنيف اليوم. نتحدث عن جلوس مباشر بين الطرفين، نتحدث عن ما قاله ضيفك الكريم الأستاذ بسام عن حقنا كمواطنين في مواطنتنا وانتمائنا لهويتنا السورية، انتمائنا لوطن. نتحدث عن كيف نصنع شريك في سوريا، شريك لكل السوريين، وطني بسلطة وطنية ليست لها فقط الشكل الاستبدادي في احتكار السلطة. نريد سلطة يتداولها من هو القادر أن يكون انتماءه سوري حقيقي في سوريا، من هو قادر على صناعة سوريا المستقبل، من يستطيع أن ينقذ حمام الدم وينقذ هذا الوطن من ما وصل إليه من دمار. تقول كل الشركاء الوطنيين من كل الأطراف ومن كل السوريين بانتمائهم السوري السوري. إذن نحن الآن أمام مستحق موجود في جنيف، المظلة الأممية للقرار الأممي السوري الذي وافقت عليه كل الأطراف والتي تشاركت فيه كل الدول التي أغرقت سوريا بما وصلنا إليه. نعم. الآن إذا كانت المظلة في جنيف ستتحقق، أعتقد الحل السوري السياسي سيكون وسيضمن حق المعارضة وغير المعارضة، السلطة الوطنية إن وجدت سلطة وطنية، الشركاء الوطنيين من السوريين ستتحقق. نعم. لن نقول نحن الآن من أتى من أين، لأن كل الأطراف نعرف من دعمها وكيف دعمت وكيف وصلنا إلى هذا الحال. طب دعيني أعود إلى ضيفي في دمشق، يعني سيد هيثم، الجانب الروسي كان قد صرح بأن داعش وضعت أوزارها في سوريا وتم القضاء على هذا التنظيم، وفجأة اليوم داعش وصل إلى جنوب إدلب حقيقة.
يعني كيف، ألا يوجد هناك تناقض في هذا الأمر؟ كيف ظهرت داعش فجأة في هذه المناطق ووصلت حتى جنوب مدينة إدلب؟ لا يوجد تناقض. التصريحات السورية والروسية تحدثت عن إنهاء دولة داعش في سوريا، وهذا الأمر حقيقة قد أصبح واقعا، لأن المعاقل الأساسية لما كان يسمى الخلافة قد أسقطت، أي أن داعش لم تعد تستطيع أن تشكل خطرا على الدولة السورية. ولكن سيد هيثم، نعم المعاقل الأساسية، نعم سأعطيك المجال ولكن لكي لا تذهب الفكرة، يعني المعاقل الأساسية سقطت على يد قوات سوريا الديمقراطية. أنت ذكرت هنا، لا كلامك غير صحيح. مدينة الرقة، مدينة الرقة هي خير شاهد على ذلك. مدينة الرقة المدمرة التي دمرتها قوات الاحتلال الأمريكي وليست قوات سوريا الديمقراطية. قوات سوريا الديمقراطية دخلت إلى المناطق التي انتشرت فيها بدون قتال بالتنسيق بينها وبين داعش، وهذا الأمر إن كنت تريد أن نتحدث به يمكن أن نبقى أن نقدم دلائل كثيرة. لا أريد أن طيب دعنا نعود إلى السؤال الذي طرحته عليك. نعم. في يعني نعم. ضمن التصريحات الروسية التي ذكرتها لك، تفضل أكمل. نعم. سيد هيثم، أعود للإجابة. طبعا قوات داعش كانت في معاقل أساسية، آخر هذه المعاقل هي مدينة دير الزور ومدنها التي تمكن الجيش العربي السوري وحلفائه من تحريره، وبالتالي بقيت هناك بعض البؤر والمناطق التي انتشرت فيها بقايا تنظيم داعش، إن كان في منطقة شمال شرق حمص أو جنوب غرب دير الزور. هذه المنطقة طبعا تمكنت بقايا داعش من التسلل عبر مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية وعبر مناطق أخرى لا وجود للجيش العربي السوري فيها للوصول إلى الأطراف الشمالية الشرقية لمدينة حماة، ودخلت في بعض القرى بالتنسيق مع الولايات المتحدة الأمريكية وبالتنسيق مع مجموعات النصرة، وهذا الأمر مثبت أيضا وبالوثائق. وبالتالي عملية احتلال داعش لبعض القرى هو من أجل إبقاء ذريعة للقوات الأمريكية للبقاء في الأرض السورية. هذه الذريعة التي شكلتها مجموعات داعش في البداية عندما أعلنت الإدارات الأمريكية أن وجودها يتعلق بإنهاء وجود داعش، ولكن عندما انتهى داعش كان لابد من وجود مبررات أخرى. أعلنت الإدارة الأمريكية منذ حوالي الشهر أن انتهاء تنظيم داعش لا يعني انتهاء الوجود الأمريكي، لأنها مرتبطة بحماية ما سميت قوات سوريا الديمقراطية، وبطبيعة الحال أرادت عذرها. أتمنى منك أن تعود إلى الموضوع الأساسي سيد هيثم. لا هو الموضوع الأساسي، لإيجاد مبرر آخر كان دفع بقايا قوات داعش الفارة من دير الزور ومن المناطق التي كانت تنتشر فيها باتجاه جنوب غرب حلب وشمال شرق حماة، أي منطقة المثلث التي تمثل منطقة خطرة بالنسبة للدولة السورية، تعمل الآن على اتجاهها من خلال الانطلاق باتجاه مطار أبو الضوء. طيب اسمح لي أن أنقل الحديث إلى الدكتور بسام. سيد هيثم، يعني دكتور بسام مستشار الأمن القومي الأمريكي، يعني السيد ماستر صرح بأن العمليات القتالية التي تدور، يعني 80% من المقاتلين على الأرض هم ميليشيات أما تابعة لإيران أو هي ميليشيات إيرانية بالفعل. يعني أنت وطبعا مع العلم بأن يعني في دمشق وريفها هناك تواجد لتنظيم داعش الإرهابي، يعني في الحجر الأسود وفي مخيم اليرموك، ولا يتم لا قصفهم ولا يعني لا توجد هناك عمليات عسكرية تذكر. يعني أرجو أنه نرجع نحط الأمور بمسار الصحيح. داعش أو النصرة أو الكثير من الفصائل الإسلاموية الغريبة عن الثقافة السورية والغريبة عن مطالب الشعب السوري كلياتها وجدت لمبررات إقليمية ودولية، وبنفس الوقت التحالف، أنا بتفق مع السيد هيثم أنه التحالف الأمريكي الواقع أنه هو أضر بكثير بالشعب السوري من أنه نفع، ولكن أيضا علينا أن نكون صادقين وأن نكون عادلين. وكذلك أيضا القوات الحليفة التي تفضل بذكرها السيد هيثم، كذلك الأمر أضرت بالسوريين وأضرت بإن كانت من القوات الإيرانية وإن كانت من القوات الروسية وإلى آخره. كلياتنا بنتذكر وكلياتنا يعني ذاكرتنا حية بعدها، وكلياتنا شفنا وعرفنا كيف إنه القصف
عمليا نال من المدنيين ان كان هون وان كان هون. فالامر نرجع منقول في انفلات امني كلام صحيح، في جيوب كثير للفصائل كلام صحيح. القضية الأساسية هي قضية الخروج من الصراع، قضية الخروج من الصراع عمليا. تفضلت سيدة أمل أو الأنسي أمل، سيدة أمل تفضلت أنه في حاليا وفد للمعارضة وبدنا نطلع من احتكار السلطة، يعني كمان المعارضة عملت احتكار للمعارضة. فالأمر هون نرجع منقول أنه في له ضوابط، ضوابط عمليا الوطن السوري، الوطنية السورية، المصلحة السورية. نعم. المصلحة السورية حتما ما أنا موجودة لا بالتحالف الأمريكي، ولا أنا موجودة بالتحالف الروسي، ولا أنا موجودة بالقوات الرديفة. التحالف السوري هو موجود بين السوريين نفسهم. نحن بحاجة لأنه نبرد، وعمليا نحن عندنا معارضين وطنيين من داخل دمشق، من داخل حماة، من داخل اللاذقية، من داخل طرطوس، من داخل كل مناطق سوريا. هذول الناس اللي أنا عمليا أكثر شيء بيمثلوني، أنا بيمثلني عبد العزيز الخير، أنا بيمثلني ناس كثير موجودين بالسجون، موجودين بالمعتقلات. أنا ما لي بحاجة لوفود معارضة مدعومه من الرياض او مدعومه من باريس او من فرنسا او من امريكا او من روسيا او من غيره لحتى تمثل المعارضه السوريه. ما عاد في شيء اسمه معارضه سوريه، المعارضه معارضه ضد مين؟ نحن عمليا بدنا نهج وطني، بدنا اتفاق وطني على حل وطني بعيدا عن المحاصصات، بعيدا عن المناثرات، بعيدا عن القتال. هذا الأمر اللي بيهمنا. أما أنه وجود بعض عناصر لهذا الفصيل أو لهذاك الفصيل، سيد الكريم نحن من أكثر من 6 سنوات ونحن نواجه عمليا اقتصاد الحرب. اقتصاد الحرب لا ينتهي إلا بانتهاء الحرب، وطالما هناك الكثير من المستفيدين، الكثير من المستفيدين إن كانوا من النظام، وإن كانوا من المعارضة، وإن كانوا من المعارضة السياسية أو المعارضة المسلحة أو كل أنواع المعارضة. عمليا طالما هذا اقتصاد الحرب موجود فنحن كلنا عم ندفع الثمن. ما حدث في حمص سيد الكريم من أقل من كذا يوم، الصبايا حمص، صبايا طلاب الجامعات اللي راحوا ضحية لأعمال قذرة. هاي الأعمال قذرة نحن بإمكاننا نحملها على شماعات كثير. طيب ضيف العزيز دعني أنتقل إلى سيدة أمل. سيدة أمل، يعني في هذين اليومين هناك حقيقة صراع بيانات بين الدول، يعني الدول الأوروبية من جهة روسيا ومن جهة فرنسا ومن جهة أخرى أمريكا. الكل يقول بأنه هو الفارس الذي قام بإنهاء تنظيم داعش الإرهابي على الأرض، وشهدنا يعني حتى هناك لهجة اتهام فيما بينهم. يعني هناك من يقول بأن هذه القوات قامت بتدمير مدينة الرقة، وهناك من يقول بأن روسيا لم تقوم، يعني فرنسا اتهمت روسيا بأنها حقيقة لم تقوم بالقضاء على هذا التنظيم. يبدو أن هناك خلاف وليس هناك رؤية حقيقية واضحة لإخراج سوريا من آتون الحرب الدائرة فيها. أعتقد أن كل من يحارب في أرض غير أرضه يكون فارسا، ودائما كل من يستطيع أن يدفع بالآخر إلى التهلكة هو فارس. فلا لن أختلف معك، من هم يرون نفسهم فوارس هذا شأنهم. نحن الآن ماذا نريد أن نرى من نفسنا؟ ماذا نريد أن نرى من بلدنا وإلى أين اتجهت؟ ماذا نريد من هذا النفق المظلم الذي كل يزداد خروقا ويزداد جيوبا، يزداد استبداد، يزداد بكل أشكاله؟ الحرب لا تعطي إلا عفناها، ولم يظهر على السطح إلا هذا العفن. نحتاج الآن أن نبدأ بإزالة هذا العفن. أعود وأكرر، هذه الإزالة لا تكون بطريقة أن نتضارب، تكون بطريقة أن نجد الشراكات الوطنية. أنا لم أحضر الرياض 1 ولا الرياض 2، ولا أقول أن المعارضة خطأ، ولا أقول الآن أن المعارضة التي موجودة هي هذه المعارضة التي تمثلني أو لا تمثلني. أقول الآن
وجد طرفين تدولت القضية السورية حتى أوجدت الطرفين يتفاوضوا. هل هناك مصداقية لهذا التفاوض؟ قدمت المعارضة كل أوراقها التي تستطيع أن تقدم فيها مصداقيتها للحل السياسي، قدمت كل ما تستطيع أن تقول نحن جاهزين لهذا الحل، أعطت المبعوث الأممي كل الأوراق الممكنة التي تستعد بها لسوريا القادمة. هل النظام يملك هذا النية؟ هل سلطة النظام تملك نية حقيقية في إيجاد الحل السياسي؟ إذا كانت تملكها نعتقد أن سوريا ستصل إلى الحل السياسي، لكن إذا كان وجود النظام كالجولة السابقة ويذهب دون حل ودون أن يجلس إلى الطرف الآخر لن يكون هناك حل سياسي، سيكون متابعة لتدويل القضية السورية. نحن لسنا بعيدين عن ما يحصل، اليمن كان عبد الله صالح رئيسا مخلوعا ومات شهيدا قبل يومين، القدس سلمت بالطريقة التي نراها. هل هذه الأوضاع بعيدة عن مشترك بكل منطقة الشرق الأوسط ولكل المنطقة العربية؟ إذن يجب أن ندرك أن حلنا السوري هو حلا سياسيا بين السوريين فقط. وأدعو ضيفك الكريم في دمشق أن أقول له إذا كان هناك وطنيين في كل الأطراف ستكون سوريا بخير. نحن بحاجة إلى لقاء. جميل، اسمحي لي أن أعود إلى ضيفي السيد هيثم. يعني سيد هيثم، دمشق تقول وروسيا تقول بأنها قضت على تنظيم داعش الإرهابي، ويعني علما أن التنظيم موجود في ريف دمشق، يعني في الحجر الأسود وفي مخيم اليرموك، واليوم وكالة سانا وحتى جريدة الوطن المقربة حقيقة من النظام عنونت بأن داعش عادت إلى أدلب بعد 4 سنوات. كيف تحاربون الإرهاب يعني؟ طول بالك. نعم، فقط سأداخل على ضيفتك الكريمة، من طبعا تحدثت على الوطنية وأنا معها في هذا الأمر، ولكن يجب أن يكون هناك مقياس موحد للوطنية. ما هي الوطنية التي يتم قياس نعود إلى السؤال سيد هيثم. هل هي فقط لأنها وجهت الكلام إلي، هذا الأمر طبعا لا يمكن أن يقال لمن يعيش ويحارب في داخل سوريا بأنه غير وطني، ومن يعيش في فنادق الرياض وفنادق اسطنبول وفنادق موسكو وفنادق القاهرة بأنهم وطنيون. بالتأكيد هؤلاء ليسوا وطنيين، وإنما يتحدثون باسم المصالح للدول التي يعيشون فيها. وأعود إلى سؤال حضرتك. تفضل. موضوع أن داعش عاد إلى إدلب، أنا تحدثت منذ قليل عن أن هذه العودة هي كانت عبر المرور في وادي، في منطقة اسمها وادي العزيب، وأكيد حضرتك تعرفها، وهي تربط بين محافظتي حماة وإدلب، وتسلل بعض الإرهابيون، بعض المجموعات الفارة من منطقة شرق سلمية وجنوب شرق محافظة حمص، أي المنطقة الواقعة في السخنة وحميمية. وبالمناسبة اليوم أنهى الجيش العربي السوري حوالي 2000 كيلومتر مربع، تحرير حوالي 2000 كيلومتر مربع في هذه المنطقة. بالتأكيد بعض، ولكن السيد هيثم يعني لتصحيح المعلومة، لا زال هناك 26 قرية تحت سيطرة هذا التنظيم في المنطقة، يعني بين البلدتين حقيقة بالتحديد. نعم، في ريف حما هناك 26 قرية لا زالت تحت سيطرة. نعم، هذا التنظيم الإرهابي. احتلهم تنظيم داعش في الفترة التي سبقت تحرير مدينة دير الزور ورافقتها أو وازتها في الزمان. طب ولكن ليس هناك أي عمليات عسكرية باتجاههم؟ من قال ليس هناك أي عمليات عسكرية؟ الجيش العربي السوري اليوم على مسافة 13 كيلومتر عن مطار أبو الظهور، وهو يسير في محورين. المحور الأول، إذا سمحت لقطاني، أنت عم تسألني، اسمع جوابي. تفضل. المحور الأول على مسافة 13، المحور الأول على اتجاه مناطق تنتشر فيها جبهة النصرة، والمحور الثاني على اتجاه الذي قامت جبهة النصرة بتسليمه لداعش. طبعا في البداية كان عمليات قتال بين داعش والنصرة، وبعد ذلك بوساطة أمريكية تمت عملية الاستلام والتسليم بين مقاتلي داعش ومقاتلي النصرة لمجموعة هذه القرى. منذ عدة ساعات قامت مجموعات النصرة بهجوم معاكس على بعض المواقع التي تقدم إليها مقاتلو داعش النصرة، واستعادوا بعض القرى.
هذا الأمر طبعا لا يعني أن وجود داعش عاد ليشكل منطلقا أو عاد ليشكل بؤرة كبيرة تشكل تهديد على الدولة السورية. حضرتك ذكرت منذ قليل أنهم موجودون في الحجر الأسود ومخيم اليرموك، وهذا صحيح. هذه المنطقة ليس لأن الدولة السورية سمحت ببقائهم فيها، ولكن لأن بعض المنظمات الفلسطينية أدخلت مقاتلي داعش وبايعتهم وبقيت في هذه المنطقة. والموضوع يتعلق بموضوع دولي، أي كيفية التعامل بين الفصائل الفلسطينية وبين مقاتلي داعش في هذه المنطقة. ولكن بطبيعة الحال أنا لا أنفي أن داعش أو المجموعات الإرهابية بمختلف مسمياتها لا زالت تسيطر على بعض المساحات، وهي بحدود 7 إلى 10% من مساحة الجغرافيا السورية في شمال الرقة، طبعا في شمال نهر الفرات، محافظة ما تبقى من الرقة شرق الفرات وشمال الفرات، وصولا إلى بعض البؤر في شمال حمص، ووصولا إلى بعض البؤر في طبعا هو محافظة إدلب والمنطقة منطقة الغوطة الشرقية. بالتأكيد هذا الأمر لا زال موجودا، ولا زالت الدولة السورية تحارب هذه الفصائل بشكل مجمع. طيب اسمح لي سيد هيثم، يعني دكتور بسام، صحيفة الوطن المقربة من النظام يعني كتبت اليوم بأنه تم فتح معبر بين حلب ومنطقة سيطرة درع الفرات، يعني على حساب السوريين وعلى حساب قوات سوريا الديمقراطية وغيرها، يعني الكل يرى بأن يعني أصبحت دمشق تنسق مع تركيا على حساب السوريين أنفسهم يعني. ويعني كيف سترى المعارضة هذا الشيء؟ معلش إذا تسمح لي بس أرجع هيك خطوة لورا. حكينا طبعا عن الوطنية وبلشنا من أول وجديد نتراشق بالوطنية. الوطنية عمليا هي سمة لكل من يريد للوطن الخير ولأهله الخير، يعني الأمر محسوم هون. الوطنية لا تمنح ولا تباع ولا تشترى، الوطنية هي قضية إثبات مواقف، إثبات أفكار، توجه نحو مشروع وطني لمصلحة كل السوريين. بغض النظر أنا أتفق مع السيد هيثم، ولكن بروفيسور اسمح لي على مقاطعة، يعني الشارع السوري محتار الآن، أصبح مفهوم الوطنية حقيقة يعني شبه مغيب، يعني الكل يخون الآخر والكل ينظر إلى الوطنية بأنه هو على الصواب، يعني ما هو الحل أو ما هي الرؤية الصحيحة لمفهوم الوطنية يسأل السوري؟ نعم عزيزي، يعني كأن هناك بحث عن مفهوم جديد أو تعريف جديد لمفهوم الوطنية في هذا البلد. أعتقد أنه ما لنا بحاجة لتعريفات جديدة، لأنه سوريا من طول عمرها هي بلد متعدد الشعوب والثقافات والقوميات، وهذا الوطن السوري اللي استطاع أنه يحتوي تحت غطائه بهالبوتقة هاي كل هالشعوب هذول وكل مصالحهم، برأيي أنه هن قادرين جدا أنهم يعرفوا الوطنية أحسن من أي أكاديمي. المهم بالأمر أنه لا تصبح الوطنية كشهادة سلوك، كشهادة تمنح لفلان وتغيب عن فلان فقط لأنه يتفق معي أو لا يتفق معي. برجع بقول أنا بتفق أنه في كثير من السوريين اللي حاربوا الإرهابيين داعش والنصرة هم وطنيين بامتياز، ولكن وطنيتهم الامتيازية بتكبر عندي أكثر لما بكون مشروعا وطني ولأجل الوطن ولأجل الخلاص من الاستبداد. سيدي الكريم أستاذ هيثم، ما القضية قضية 1% و2% و5%؟ بكفي أنه مجموعة يعني جزء كتير بالمية من خلايا جسم الإنسان إذا تسرطنت فالإنسان بصير مهدد بحياته، مهدد بمستقبله. فنحن خلونا هون نبعد عن هالمنهجية هاي بالحوار. القضية بكل بساطة هي قضية المصلحة الموجودة على الأرض بالحروب. أنا خدمت عسكري ولم أكن طبعا مقاتل يعني شرس وإلى آخره، ولكن عندي بعض المعلومات كوني خدمت حوالي 4-5 سنوات عسكرية، بعرف تماما أنه أحيانا كثير بعض التكتيكات على الأرض ممكن تكون لمصلحة مثلا حلول معينة، ولكن هاي التكتيكات أكيد رح تروحنا كلياتنا كسوريين مثل ما بيقولوا المصاري ب600 داهية، طالما انه هي تكتيكات وطالما ما في بعد استراتيجي.
البعد الاستراتيجي هون هو المفقود. المفقود هو موقف كثير واضح من قضية الحل. طالما انه الحل دولي ومثل ما تفضلت السيدة أمل انه الدولني مشغول عليها بشكل منيح، فأنا بدي أسأل سؤال، يعني يا ترى انه باجتماعات جنيف هل يملك ممثلين نظام او وفد النظام هل يملكون فعلا ورقة التفاوض؟ لا. هل يملك ممثلي المعارضة ورقة التفاوض؟ أكيد لا. فعمليا هذا أن الموجودين بجنيف ودمشتورة عم يلعب عمليا بلعبة الدمى المتحركة، ونحن قدام مسرح هزلي، مسرح دموي، كوميديا سوداء استمرت هلأ بجنيف 8. طيب. يمكن تصل لجنيف 8. طيب دكتور بسام، يعني دكتور بسام كلام جميل ولكن دعني أعود إلى ضيفتي الأستاذة أمل. أستاذة أمل، يعني الكل يتحدث عن السلام في سوريا وعن البحث لحل لهذا البلد حقيقة الذي أنهكه الحرب. يعني تركيا بدورها قامت بتأليف وتشكيل المجلس الأعلى للعشائر، يعني هذا وبالتحديد أمس، يعني وهذه العشائر يعني أعلنت الحرب حقيقة. تركيا التي تشارك يعني على حد زعمها بمؤتمرات لإيجاد والبحث عن الحل في سوريا، كيف هذا التناقض في هذا الدور؟ ويعني هل الأيام المقبلة سيكون هناك حرب جديدة في مناطق الشمال أو في مناطق أخرى في سوريا من قبل فئات تدعمها تركيا؟ باعتقادي كل من يعمل على إعادة مفاهيم اللاوطنية وما قبل الوطنية، مفاهيم العشائرية والقبلية والطائفية إلى سوريا، هو لا يمكن أن يكون يصنع لمصلحة سوريا أو لمصلحة سلام سوريا مهما عقد من مؤتمرات ومهما تحالف مع قوى وأشخاص وإلى آخره. نحن لا نرى في تركيا إلا محتل، ولا نرى في أمريكا إلا محتل، ولا نرى في أي متدخل إيراني أو روسي إلا محتل. نريد سوريا بدون كل هؤلاء، نريد سوريا مع السوريين. أنا لا أتحدث بمشاكل بأمور نظرية أو ما فوق أو غير قادرين على تحقيقها. نحن قادرين على تحقيق أي شيء إذا فعلا نحن وجدنا إن كان في سلطة الاستبداد الموجودة، سلطة النظام التي تريد احتكار كل الحل، وإذا فعلت ذلك أيضا المعارضة، لا نريد الطرفان. نحن وقد تشاركنا على محاربة الإرهاب، لأن الإرهاب هذا يضر بكل الجسم السوري، بكل مواطن سوري مهما كان انتمائه، وعلى كل سوري إن كان بالمعارضة أو بالموالاة أو أن يقف ويقول نحن ضد الإرهاب. لكن دعنا ندور الزوايا قليلا ونضيء عليها. كيف دخل الإرهاب سوريا؟ وفي يوم وضحاها أصبحت داعش منتشرة بطريقة مخيفة في سوريا. كيف جلبت النصرة ومن إرسال إلى دير الزور؟ من أين مر؟ ألم تمر قوافلها ببساط النظام إلى عبر الأراضي السورية إلى دير الزور؟ إذن نحن عن ماذا نتكلم؟ هل نتكلم عن محاولات إعلامية فقط لنقول هذا الصح وهذا الخطأ وهذا يحارب داعش؟ نحن لا نريد أن نزرع داعش، نحن يجب أن نحارب كل الأشكال التي تجعل داعش داخل سوريا، كل من يقوم بإضافة قيمة لها بدعمها في مكان ما، في جيب ما. عندما تستطيع أن تنتقل من لبنان إلى سوريا، إذن من نقلها ببساطة كان يريد لداعش أن تكون، وكان يريد لأمريكا أن تحاربها، وكان يريد لتركيا أن تبسط سلطتها، لأن تركيا لا تريد الأكراد، وأيضا الروس سيتدخلون لضربها، ومن ثم نجد طيب. أستاذ هناك أمل. أستاذ أمل اسمحي لي أن أعود إلى ضيفي السيد هيثم. سيد هيثم، يعني ذكرت الأستاذ أمل بأن تركيا هي قوة احتلال وكل من دخل إلى سوريا قوة احتلال، يعني دمشق كيف ترى الدخول التركي في الشمال السوري؟ هل تعتبرها قوة احتلال أيضا؟
حضرتك منذ قبل أن توجه السؤال للدكتور المحترم ذكرت أن الدولة السورية تنسق مع تركيا، وأنا كنت أريد أن أعلق على هذا الأمر لأنه أمر هام جدا، هو عملية تضليل. هذا الموضوع لم يحصل. سيد الدولة هيثم. السورية منذ سيد إذا هيثم. سمحت لي سأسمح لك سأسمح لك بس تصحيح للمعلومة، أنا استشهدت بمصدر سيد هيثم، سأعطيك المجال. أنا استشهدت بصحيفة الوطن التابعة لدمشق والمقربة من النظام في سوريا، لم أدعي هذا الشيء من تلقاء نفسي. تفضل سيد حتى هيثم. إذا كانت الوطن ذكرت هذا الأمر فهو موضوع تضليل، لأن كيف تضليل وهي محسوبة على دمشق؟ لا لا لا، صحيفة الوطن صحيفة خاصة ولا تنطق باسم الدولة السورية. هذا الأمر الدولة السورية في أكثر من مرة وأكثر من مناسبة وعلى لسان رئيس الجمهورية وعلى لسان وزير الخارجية والسيد فيصل مقداد والجعفري تحدثوا عن أن الدخول التركي إلى سوريا هو احتلال، وكل مسؤول سوري يتحدث عن الدخول السوري بأن الدخول التركي هو احتلال، وبأن مصير هذه القوات التي دخلت عندما يتخذ القرار بتحرير إدلب وتنتهي موضوع داعش سيكون مصير القوات التركية كمصير قوات النصرة المنتشرة في إدلب. طيب جميل هذا الكلام، ولكن سيد هيثم، لماذا دمشق لغاية هذه اللحظة لم تتحرك سياسيا؟ يعني لم تقدم لهذه اللحظة ولا ورقة ولا بيان احتجاج للأمم المتحدة بخصوص هذا الموضوع؟ يا أستاذ الله يخليك، 4-5 رسائل من وزير الخارجية لرئيس مجلس الأمن ولرئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، يعني ما بعرف بعطيك أرقامهم وتواريخهم. آخر رسالة ما لها أسبوعين، موجهة من السيد وزير الخارجية إلى الأمين العام للأمم المتحدة وإلى رئيس مجلس الأمن الدولي، يطلب فيها إجبار تركيا بعدم الدخول، بالإضافة إلى جميل. الاحتجاج والكلام الواضح والصريح عن أن الدخول التركي ليس ضمن اتفاق أستنى لإنشاء مناطق منخفضة التصعيد، أي أن توصيف الدخول التركي والحراك التركي داخل الأراضي السورية طيب. هو توصيف. دعنا لا نخلط الأمور سيد هيثم، دعنا لا نخلط الأمور، نكون واقعيين قليلا. اسمح لي أن أعود إلى دكتور بسام. دكتور بسام، يعني أنا لم أسمع بأرقام هذه الرسائل وتواريخها، يعني هل سمعت حضرتك بهذه المذكرات التي قدمت؟ أنا سمعت، نعم سمعت أنه يوما ما بتصور أنه مباشرة بعد تدخل العسكري للجيش التركي بدخل بشكل مباشر لما أدخل دبابات وعملية صغرى بالحدود أو بالسواتر، فعلا طلع من دمشق تصريح انه هذا نعتبره اعتداء، ولكن انا اتفق معك انه طلع بشكل متاخر شوي. القضيه انه الاتراك دكتور هذا كان خاص بمدينه ادلب فقط. انا اعتقد يعني لا يوجد اي تصريح مشابه عن مدن اخرى كجرابلس والباب وعزاز. لا انا عم اقول تماما بهديك اللحظه، باللحظه اللي صار فيها بعد الاتفاق الإيراني الروسي التركي على تنظيم واقع إدلب. نعم. وقت اللي دخلت القوات التركية ودخلت بأجهزتها الحربية الكاملة، وقتها طلع هيك تصريح. القضية سيد الكريم، ما هو القضية قضية إنه سوريا والخارجية أو جزء من النظام مثلا يندد أو ما يندد أو إلى آخره. عمليا الملف السوري النظام أودعه من زمان كثير بأيد الروس. الروس عم يتحالفوا مع الإيرانيين والأتراك، والأمر طبعا ما هو غريب على حدا وعم يحكوا بهذا الكلام بشكل كثير واضح. إيران بنفس الوقت عم تحاول كمان تقعد تحت غطاء تحت أجنحة الروسي مشان تحتمي فيه من المواجهة طبعا مع السعودية اللي قاعدة هي بنفس الوقت تحت جناح الأمريكي. القضية مو قضية انه نحن نبلغ الأمم المتحدة او نندد بهذا الأمر. الاحتلال احتلال، وقضية تفضيل الغريب على الغريب في سوريا، يعني تفضيل الإيراني على التركي، التركي على الروسي، الروسي على التركي وإلى آخره، يعني هذا كلام بيوصلنا لنفق عمليا لا حدود له. الأمر بكل بساطة هو السوري نفسه، السوري اللي عايش بإدلب بجرابلس وين من كان،
هذا السوري اللي يحلم بأن تخلو منطقته من أي مستبد من أي عدو خارجي. قضية النظام مثل ما تفضلت أنه صحيفة الوطن قريبة من النظام والسيد هيثم قال هي بس مستقلة. سيد الكريم النظام باعتقادي ومن عام على الأقل 2011 ليس كتلة منسجمة بالنظام. في مجموعة نظامات يعني كل نظام أمني هو نظام بحد ذاته. هل يمتثل رؤساء الشعب الأمنية والأجهزة الأمنية إلى نظام إلى, إلى, إلى نظام واحد؟ أنا أشك بهذا الأمر طبعا. والاعتقالات اللي بتصير على الأرض كلياتنا بنعرف فيها ناس كتير بيمر على حاجز للجوية مثلا بمر عليه لأن الجوي ما طالبته، ولكن عند الأمن العسكري بينطلب أو عند جهاز ثاني بينطلب. فالنظام هو مجموعة نظامات مثل ما المعارضة هي مجموعة معارضات. ما هي القضية؟ القضية أنه نرجع نحن للسياق الأساسي. نحن لوين رايحين؟ نحن لوين رايحين؟ هل رايحين فعلا نتفاوض على سوريا أم نتفاوض على تقاسم السلطة في سوريا؟ أي تفاوض على اقتسام السلطة بسوريا هو عمليا استمرار لتجارة الحرب واستمرار لاقتصاد الحرب، لأنه الاقتسام دائما بده يكون في واحد راضي وواحد غير رضيان، رضيان للأخير أو رضيان مرحليا ولكن عينه على حصة أكبر. أعتقد وبشكل جازم أن التفاوض على سوريا هو المهم على مصلحة السوريين جميعا من الشمال إلى الجنوب ومن الغرب إلى الشرق، هو الأساس بالمفصل. وأي كلام عن تقاسم سلطة سلطة مرحلية سلطة مؤقتة والأخير هذا كلام هذا. اسمح لي دكتور بسام، اسمح لي أن أعود إلى ضيفتي الأستاذة أمل. أستاذة أمل، يعني سمعتي الدكتور بسام قال بأنه لم يعد هناك نظام واحد في دمشق وهناك نظامات، وصرح نائب الأمين العام لحزب الله بأن حزب الله اكتسب خبرة قتال كبيرة في سوريا، يعني أيضا اكتسب أمور دعينا نقول مهارات عسكرية وتدريبات وإلى ما شابه ذلك. يعني قالها بطريقة تشبه طريقة يعني على الطريقة القذافية أنه حاربنا في سوريا دار وزنقة زنقة. تفضلي أستاذة أمل. أعتقد ما حصل في سوريا حرب شوارع حقيقية، ولم يكن الجيش السوري محارب مدرب على حرب شوارع، ولم يكن حزب الله يقاتل حرب شوارع في لبنان، كان يدعي أنه يقاتل إسرائيل. ما حصل في سوريا هو حرب قتل فيها المدنيين من كل الأطراف، قتل فيها كل من يريد أن يعيش بسلام وليس له علاقة في هذا النزاع والصراع الذي أودى بحياة الجميع. جميل أستاذة أمل، يعني دعيني أقاطعك هنا يعني عذرا، يعني هناك فكرة أخرى يعني سياسيا كيف تترجم وتؤثر يعني هذه التصريحات على مسار المفاوضات وإيجاد حل لسوريا؟ هنا ما كنت سأدخل إليه. لماذا نقل ملف المعتقلين من جنيف إلى أسيتار؟ ألم نسأل نفسنا لماذا مصر النظام فقط على ملفين هم ملف الدستور والانتخابات، أما الملفين الآخرين الآن ليسوا في مجريات جنيف وسلة جنيف؟ لماذا كل يوم معتقلين ومعتقلين بكم هائل وليس لهم أي علاقة بالأطراف المتنازعة؟ لماذا الكل يدفع الثمن من النازحين واللاجئين خارج حدود سوريا على جوانب سوريا من هنا في الحدود الدول المجاورة لسوريا تحت هذا البرد والجوع وال هذا كله تحت أي مضمار يمكن دراسته؟ أنا في الأساس خريجة للاقتصاد وباحثة في شؤون اقتصاد الحق. نعم ما يقوله ضيفك دكتور بسام، طالما اقتصاد الحرب يخدم النزاع سيبقى النزاع، طالما إعادة بناء سوريا وإعادة إعمارها لم توجد الآن على طاولات من لهم مصالح ستبقى سوريا تحت هذا الدمار. طيب نحن نريد الآن حلا سوريا، نقول وشراكة للسوريين
لأنهم شركاء وطن، يجب أن يجدوا هذا الوطن وهذا الانتماء في من صناعتهم ومن صناعة مستقبلهم، ليس بسلطة استبداد لأحد وليس بفرض الدين وفرض الإثنية. ونحن شركاء سوريين، يعني سنبقى ضمن وطن سوري موحد، هذا ما نريده. طيب قبل أن أعود إليك ضيفي العزيز من دمشق، هناك طلب وشكاوي حقيقة منذ بداية الحلقة عليك دكتور بسام، يعني من المشاهدين طبعا، أنت يبدو بأنك مدخن، يعني نتمنى منك فضلا لا أمرا، يعني وصلت الفكرة يبدو دكتور بسام. ضيفي العزيز من دمشق، يعني أنت سمعت بما تفضل به ضيفاي، يعني الأستاذة أمل والدكتور بسام قالا بأن لا يوجد هناك نظام موحد في دمشق وأنه هناك نظامات، لك حق الرد إن شئت. يعني طبعا هذا كلام بالنسبة للمقيمين خارج الدولة السورية، بالتأكيد هناك بعض التشويش وهناك بعض الرؤية غير الواضحة بالنسبة لطبيعة الحياة. نحن نعيش ظروف الحرب وعملية التنسيق بين الأجهزة الأمنية قد تكون في بعض الأوقات غير متكاملة، أو في بعض الأوقات وبعض المناطق تتعلق ب قد تكون هذه أعمال تنسيق هذه يشوبها الخلل، وهذا أمر يحصل في كثير من الدول التي لا تشهد حروب كما نشهد الآن. ولكن أريد أن أعلق فقط على سؤال لضيفتك الكريمة على جواب، وهو أن الدولة السورية أو الوفد السوري في جنيف يريد التمترس فقط حول مطلبي الانتخابات والدستور. طبعا هذا ليس مطلب الوفد السوري، وإنما هو مطلب وفد المعارضة. الوفد السوري كان أساسا يطلب أن يكون مكافحة الإرهاب هو البند رقم واحد، ومن ثم الانتقال إلى باقي الفقرات، ولكن بعد أن وصل ديمسورا إلى حائط مسدود خرج بجدول أعمال يحوي حلا وسطا بأن يكون الدستور والانتخابات هو في المرحلة الأولى، ومن ثم الانتقال إلى باقي الفقرات، وهي حوالي 10 فقرات من جدول أو من الورقة التي قدمها الوفد السوري. بطبيعة الحال نحن بالنسبة للدولة السورية، وأنا لا أتحدث باسمها طبعا، الوفد السوري ذهب بتفويض كامل، ذهب برؤية شاملة، ذهب بقرار واضح وصريح بأن يكون متعاونا في مجال السعي لإيجاد حل سلمي للحرب على سوريا. بالتأكيد لا يوجد أحد يريد أن تستمر هذه الحرب، ولا يوجد عاقل يريد أن تستمر هذه الحرب. بالتأكيد لكل الأطراف الخارجية مصالح في هذه الحرب، ليس فقط حلفاء سوريا. وبالمناسبة الدولة السورية بالدستور هي صح في القانون الدولي هي صاحبة الحق بأن تطلب المعونة العسكرية من الحلفاء. طيب وإلا لماذا سيد هيثم على ذكر الحلفاء على ذكر الحلفاء، يعني إذا سألتك عن نفس السؤال اللي سألت ضيفتي الأستاذة أمل عنه، يعني تصريحات نائب الأمين العام لحزب الله أنه اكتسب مهارات قتالية في سوريا، وأنه قام بحرب من دار لدار وزنقة زنقة على الطريقة القذافية، يعني كيف تقرأ دمشق مثل هذه التصريحات، وكيف تنعكس مثل هذه التصريحات على مسار إيجاد الحل في سوريا؟ رحم الله القذافي هذا الربيع الذي أدى بقتله إلى تدمير ليبيا. بطبيعة الحال نحن نفخر بأن يكون حزب الله أحد الحلفاء الصادقين الذين قدموا الدعم العسكري للدولة السورية عندما تكالبت حوالي 70 دولة لإرسال كل مرتزقة العالم وإرهابيها لقتال الجيش السوري ولمحاولة تدمير سوريا، عندما لم يكن هناك من يقف إلى جانب الجيش العربي السوري وجانب الدولة السورية، كانوا هؤلاء الحلفاء الصادقين. وبالمناسبة ليس كما قالت الضيف الكريم بأنهم يدعون أنهم يحاربون إسرائيل، هم حاربوا إسرائيل في 4 حروب كاملة وكل العالم يعترف بذلك، والإسرائيليين هم أول من اعترف بهزائمهم أمام حزب الله. إذن الموضوع نحن نفخر بهؤلاء الحلفاء، وهم قدموا في الحقيقة الدماء إلى جانب دماء الجيش العربي السوري الشريف التي حمت هذا البلد وحافظت على وحدته وسلامته. وبالتالي كل من ساهم في إبقاء هذه الدولة، كل من ساهم في صمود الجيش السوري والشعب السوري له التحية، بغض النظر عن تصريح هنا وتصريح هناك وتأليف هنا وتأليف هناك. طيب اسمح لي أن أعود إلى دكتور بسام. دكتور بسام، سمعت بما تفضل به ضيفي من دمشق، ترحم
ترحم على معمر القذافي. يعني يعني حقيقة يتساءل الكثيرون، يعني المعارضة على مدار السنوات السبعة ماذا قدمت للشعب السوري؟ يعني بأحسن الأحوال هناك آراء تقول بأنكم نسخة طبق الأصل عن هذا النظام الذي خرجتم عليه. يعني سيد الكريم عم تحكي عن المعارضة وعم تقلي أنتم، أنا لست من المعارضة. لا لا، نحن نقصد المعارضة، المعارضة يعني نقول دكتور بسام. أيوة، يعني أنا كنت معارض. أعتذر على الخطأ، تفضل. قضية أنه السيد هيثم يترحم على فلان أو فلان، يعني له حق شخصي فيه، أنا ما بحق لي وحده بحق لي أنه يتدخل بهالخصوصيات هاي، ولكن الدكتاتوريات والطغيان يعني أمر أكثر من واضح، والتاريخ سينصفنا يوما بشكل أو بآخر ولو بعد ألف عام، يعني مثل ما بقول. فقضية تدوير الزوايا يعني وإن كانت لعبة سياسية ولكن ليست لعبة أخلاقية وليست لعبة حقوقية وليست لعبة إنسانية. القضية بكل بساطة أنه فعلا الدولة صحيح يحق لها دون شك أن تطلب المساعدة، ولكن طيب. عندما تلتزم بالتشريعات بعجالة دكتور، لم يعد لدينا وقت كافي. عندما تلتزم بالمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان وحرية التعبير وحرية الحركة وكل الحريات اللي أتاح القانون الدولي وأتبدو بحق الله بالدرجة الأولى. بدي انهي كلامي بالدرجة الأولى. إذا كان في نوايا أنه فعلا نتفاوض على سوريا بالمفردات التالية: الإفراج عن المعتقلين، كشف أمور المخطوطين، إعادة المهجرين الداخليين والخارجيين واللاجئين، وقتها منكون وضعنا إجرنا على الطريق الصحيح، وإلا الدستور يمكن أن يوضع بأي وقت. طيب. وأعتقد أنه لنا عندنا الكثير من الخبرات من القانونيين القادرين على أن يجدوا. عذرا دكتور بسام، لم يعد هناك متسع من الوقت. أستاذ أمل، بجملة واحدة، يعني برأيك ما هو تصورك للحل الديمقراطي في سوريا؟ تصوري عندما ندرك أي شاب يموت في سوريا على أي يد هو خسارة لسوريا، عندما نستطيع أن نعرف أن سوريا تخسر طاقاتها الإنتاجية الشبابية الاقتصادية، تخسر مؤسساتها، تخسر بناها التحتية، عندما ندرك مخاطر هذه الكارثة هنا ندرك أن بناء الديمقراطية يبدأ بأن نجعل الملف الإنساني وملف المعتقلين ما فوق تفاوضي، وهو البدء بزرع أرض. عذرا انتهى وقت البرنامج أستاذة أمل، وفي نهاية الحلقة الشكر موصول لضيوف الكرام. كان معي في حلقة الليلة من بولندا البروفيسور بسام عويل، ناشط مدني في الشأن الوطني السوري، ومن دمشق العميد هيثم حسون الخبير العسكري والاستراتيجي، ومن سويسرا الأستاذة أمل ناصر سياسية سورية ومعارضة. والشكر موصول لكم في نهاية الحلقة مشاهدينا الكرام، دمتم بخير، إلى اللقاء.